من حقي أن أتعلم، هكذا صدحت أصوات هؤلاء الأطفال في عيدهم العالمي ليوم الاحتياجات الخاصة الذي أقامته جمعية المكفوفين بمحافظة لحج تحت شعار لكي يراني الجميع. من الاحتفالات اليوم العالمي معها تعودنا أن نوصل رسالة معينة، ورسالتنا اليوم لكي يرانا الجميع كمبدعين كفنيين كمتعلمين كمثقفين، لكي يرانا الجميع في كل اتجاهاتنا وليس باتجاه مقصور على أننا نحن مكفوفين فقط. عام بعد آخر تحاول هذه الجمعية توصيل رسائل للمجتمع وخصوصا للجهات المعنية بالأمر عبر الكلمة واللحن والأصوات العذبة التي هي من إبداعاتهم، ولكن لا أحد يلتفت إليهم. وللأسف للأسف ما تحقق أي حاجة. الرسالة توصل وبالمعنى ونحن نوصلها أما عن طريق تمثيل أما عن طريق أغنية أو عن طريق كلمة، ولكن للأسف الرسالة لم توصل إلى الآن إلى مسامع الجهات الداعمة كسلطة محلية أو أي داعم. 19 عاماً منذ تأسيس جمعية المكفوفين في لحج، وهي المدة التي استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات في مشوارها العملي واضعة بصماتها في المجتمع، ومع ذلك يظل أعضاؤها محرومين من أبسط الحقوق، أولها اعتماد درجة وظيفية لهم. ولنا عدة أنشطة وفعاليات، معنا خريجين جامعة 8، معنا حفاظ مصحف 6، معنا منشدين، معنا شعراء، معنا كذلك لاعبين في كرة الهدف، كرة خاصة بالمكفوفين، ولدينا بطل في هذه اللعبة. نطالب أولا تفرضها لنا السلطة المحلية وظائف شاغرة، ويعني لتوفير مصدر رزق كريم للمكفوفين وللمعاقين بشكل عام، وكفالات شهرية، إن لم يكن توظيف فكفالات شهرية. نحن مثلكم نعاني من ظروف الحياة، وعندنا كل الطموحات. أكثر من 300 عضو في الجمعية يعانون من مشقة التنقل إليها بهدف طلب العلم، ولكن شحة الإمكانات وانعدام وسائل النقل زاد الوضع سوءا لفئة تتفاقم معاناتهم يوما بعد آخر، خصوصا في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد. مختار شاتل، قناة بلقيس، محافظة لحج.